شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 856 تعلن عن فرصة عمل بالمملكة العربية السعودية. مطلوب فنيين بصريات خبرة في القص والتركيب. يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي، وللتواصل معنا على هذا الرقم. عنوان مقر الشركة 1127 كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الثاني رقم 5. شركة القمة العربية للتوظيف تتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.